السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين وبخير وبسعادة وراحة بال وأحلامكم كلها متحققة يا رب العالمين، ويجعل قلوبكم دايما بيضة، دايما قلوبكم بتمسح أول بأول أي زعل أي وجع أي ألم، على طول بتنظف نفسها أول بأول بحب وبطاقة إيجابية تنشروها للناس كلها. ربنا يجعلنا جميعا سبب في نشر الخير والفرح في قلوب الناس كلها. أهلا بيكم، والنهاردة آخر يوم في 2018، وإن شاء الله بإذن الله 2019 تكون سنة خير على الكل، سنة فيها كل مريض بإذن الله يخف، وكل فقير ربنا يرزقه ويوسع رزقه، وكل حزين ربنا يفرح قلبه، وكل واحد مبتلى ربنا يرضيه ويرضى عنه ويفك كربه، اللهم آمين. حابين جدا نكون معاكم ونتواصل معاكم بشكل جميل، عشان كده أنا بدعوكم للدخول على صفحة من القلب للقلب على الفيسبوك وتقولوا لنا أمنياتكم إيه في 2019، كمان اتعلمتوا إيه من 2018 وإيه الوقفات اللي وقفتوا عندها. أنا شخصيا عن نفسي اتعلمت حاجات كتير جدا في 2018، لكن من أهمهم نصيحة قالها لي شخص عزيز على قلبي جدا، وهي إن الإنسان اللي عايز يعمل حاجة ما يقولش أنا بكرة هعمل. عايز تعمل حاجة تعملها النهاردة، تعملها دلوقتي، طول ما احنا بنقول أنا إن شاء الله على أول السنة هعمل كذا، على بكرة هعمل كذا، يعني فرصة. احنا دلوقتي 31 ديسمبر 2018، ما تقولش أنا من أول بكرة 1 يناير هعمل، لا، من النهاردة ابدأ اعمل. وعشان كده احنا من النهاردة بدأنا تغيير في برنامجنا من القلب للقلب، وقررنا ان احنا باذن الله دايما نكون على تواصل مع حضراتكم، نشوف بعض اكتر، نتواصل مع بعض اكتر، لان برنامجنا من القلب للقلب زي ما انتم عارفين. بتبعتوا لنا عن طريق صفحه من القلب للقلب على الفيسبوك، وتحكوا لنا عن تجارب حياتيه، مش لازم انجاز فظيع، مش لازم واحد خد جائزه نوبل، مش لازم واحده حصلت على مش عارفه ايه، مش ده المهم. المهم انها فيها إنسانيات، المهم إنها حاجة فيها إحساس، فيها تحدي ما، فيها نجاح ما، حتى لو كان نجاح بسيط جدا، حتى لو واحدة قررت تعمل أكلة حلوة، ابعتوا لنا ونكون دايما على تواصل مع حضراتكم. التواصل بيخلق خبرة وبيخلق معرفة وبيخلق ود وحب.